السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير. معكم أخوكم سلطان القحطاني من موقع تقريب الحدود. في سوق الأجهزة اللوحية نجد المنافسة كبيرة جدا ما بين أبل وسامسونج. أبل لا زالت في المركز الأول من ناحية الآيباد وسلسلة الآيباد مثل الآيباد ميني أو الآيباد إير، ولذلك سامسونج دائما ما تكون في المركز الثاني في سوق الأجهزة اللوحية، ولكن في سوق الهواتف الذكية نجدها في المركز الأول، هذا حسب الإحصائيات طبعا الأخيرة. لذلك سامسونج تخطط بشكل كبير جدا أن تحتل المركز الأول وإغراق السوق بكافة أنواع الأجهزة اللوحية. لكن المشكلة أنه جالكسي تاب، سلسلة الجالكسي تاب، لا زالت أنها تملك مواصفات ضعيفة أو بجودة تصنيع ضعيفة. في شهر يناير الماضي أعلنت سامسونج عن النوت برو والتاب برو. النوت برو هو اللي يستهدف بشكل كبير جدا محبي القلم الضوئي بمواصفات عالية، لكن في ناس ما تحب القلم الضوئي، لذلك تابرو هو الأنسب والأمثل للي يبحث عن جهاز لوحي مواصفات قوية وبجودة تصنيع جميلة، وحتى الوزن والسماكة أيضا جميلة. التابرو الموجود أمامكم هو 8.4 إنش، الأنسب بالنسبة لي والأفضل من سلسلة 8 إنش لحد الآن. الجهاز اللوحي يأتي بجودة تصنيع مشابهة بشكل كبير جدا النوت 3 اللي هو من البلاستيك، يهمك أنه من الجلد. هذا النوع من جودة التصنيع رأيناها أول مرة في سلسلة النوت 3، بل في الحقيقة الجالكسي تاب برو 8.4 عبارة عن نوت 3 تم تكبيره إلى 8.4 إنش. سماكة الجهاز اللوحي الموجود عندكم هنا هو 7.2 مليمتر، والوزن الكامل له هو 331 جرام. راح يكون متوفر بنسختي اللي هو الواي فاي فقط والواي فاي مع الفور جي، انصحك انك تاخذ الفور جي. الجهاز اللوحي ياتي بشاشه مذهله ومواصفات خارقه، احنا قاعدين نتكلم عن سناب دراجون 800 2.3 جيجا هرتز مع ذاكره عشوائيه 2 جيجا بايت مع تقنيه الوايرلس بلوتوث والجي بي اس الملاحه، لكن الجهاز لا يدعم تقنيه الان اف سي. اجدها يعني ليست مشكله بحكم اننا قليلا او نادر ما نعتمد على تقنيه الان اف سي. الجهاز عندنا اللي هو يملك شاشة 8.4 إنش، لكن هو أعلى درجة وضوح متوفر لحد الآن في سوق الأجهزة اللوحية. قاعدين نتكلم عن 1600x2560 بكثافة بكسلات 359 بكسل لكل إنش، أعلى معدل بكسلات مقارنة بالآيباد ميني اللي هو 324، أقصد فيها نسخة الآيباد ميني مع شاشة الريتنا. لذلك الشاشة بتقنية السوبر كلير LCD، هي الشاشة نفسها راح تعطيك ألوان إضاءة ممتازة، الألوان هنا تكون طبيعية أفضل بكثير من تقنية السوبر أومليد. أيضا الموجود في هذا الجهاز هو المعالج والأداء، الأداء ممتاز من ناحية تصفح القوائم، فتح التطبيقات، التصفح والدخول إلى المتجر وغيرها، الألعاب كلها قادر التعامل عليه مع هذا الجهاز اللوحي بهذه المواصفات. من ناحية المنافذ الموجودة في هذا الجهاز اللوحي، فإنك راح تشوف الذاكرة الخارجية مع 16-32 جيجا بايت الساعة الداخلية، بإمكانك رفع الساعة إلى 64 جيجا بايت. من هنا راح تشوف منظر للشريحة وهو اللي يدعم شبكات الجيل الرابع، طبعا نسخة الوايرلس فقط ما راح يكون فيها هذا المنفذ. من هذه الجهة راح تشوف منفذ صوتي 3.5 مليمتر مكان مناسب. من هذه الجهة راح تشوف زر الطاقة والزر المسؤول عن تشغيل أو إطفاء الشاشة، ومن ثم زري التحكم مستوى الصوت، وزي ما انت شايف اللي هو الأشعة تحت الحمراء للتحكم بالتلفاز أو الأجهزة المنزلية من خلال جهازك اللوحي. من هذه الجهة راح تشوف منفذي الخاص بالصوت، نظام ستيريو ممتاز من ناحية الأداء في الصوت، منفذ المايكرو يو اس بي 2.0 غريبة شوي لأنه بدأت سامسونج بتبني مايكرو اس بي 3.0 واللي يعطي أداء ممتاز في ناحية الشحن ومن ناحية نقل الملفات وسرعتها. هذا فيما يخص بالمنافذ الموجودة في هذا الجهاز اللوحي. بالنسبة لنظام الأندرويد الموجود هنا 4.4 نظام الأندرويد الكيت كات مع واجهة ماجازين يو اكس، واللي صراحة أسميها تاتش ويز لكن محسن بشكل ممتاز. راح تشوف التطبيقات المثبتة مسبقا مثل ريموت بي سي واللي يسمح لك بالتحكم بحاسبك الويندوز او الماك عن طريق الجهاز اللوحي، بشرط انك تثبت نفس التطبيق على جهازك الويندوز او الماك. الويب اكس اللي هو مكالمات فيديو خاصة لفئة الاعمال، وعندك اللي هو محرر المستندات هانكوم فيور اللي هو يدعم ملفات الاوفيس على سبيل المثال.
بالنسبة للواجهة، فالواجهة سبق أن استعرضناها في النوت برو 12.2 إنش، تحسينات جميلة، لكن لا زالت البيئة الخاصة بالتاتشوز موجودة. لذلك إذا سبق أنك قمت باستخدام التاتشوز، فكل ببساطة التعامل معها راح يكون بسيط جدا. المالتي ويندوز هو اللي يسمح لك بإطلاق أكثر من تطبيق في شاشة واحدة، فكل اللي عليك أنك تسحب من الإطار الأيمن إلى اليسار وتسحب، وبالتالي راح تشوف إمكانية إدارة أكثر من تطبيقين في وقت واحد. بإمكانك التحكم بحجم هذه التطبيقات في النافذة نفسها فبكل سهولة. إذا سحبت من هذه الجهة فإنك راح تشوف الماجازين اللي هي أشبه ما يكون بتطبيق فليب بورد، واللي تسمح لك بالحصول على آخر الأخبار من عدد من الخدمات المقدمة من واجهة الماجازين نفسها، أو ضبط حساباتك الخاصة بالموقع الاجتماعي أو البريد بكل يسر. الكاميرا الأمامية عندك هنا 2 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفية عندك هنا 8 ميجا بكسل مع فلاش LED. جودة التصوير دائما ما تكون في الأجهزة اللوحية بخلف الهواتف المحمولة، لكن هنا أجد الصور في الإضاءة العالية ممتازة وجيدة من ناحية إبراز التفاصيل ومستوى الألوان. بإمكانها تصوير فيديو 1080p بسرعة 30 إطار بالثانية، فبالتالي تصوير فيديو أيضا ممتاز جدا على هذا الجهاز اللوحي. فهذا هو الجهاز اللوحي سامسونج تاب برو 8.4، الجهاز اللوحي اللي أقدر أنصحك فيه إذا تحب يكون جهاز سهل التحكم فيه من خلال يد واحدة، سهل من ناحية انه ادارة النظام جدا جدا ممتازة في هذا الواجهة اللي هي التاتش ويز. في بعض الخدمات ما نستخدمها هنا، لكن الكثير من الخدمات والتطبيقات المثبتة مسبقا راح تسعد الكثير اللي راح يقبل على شراء هذا الجهاز اللوحي. تصميم وجودة التصنيع جيدة جدا، اللي هو اذا كنت تستخدم النوت 3 فجودة التصنيع هنا راح تكون مألوفة جدا بالنسبة لك. الأداء هنا ممتاز. البطارية الموجود في هذا الجهاز اللوحي هو 4800 ملي أمبير. البطارية مع الاستخدام والمواصفات الخارقة في هذا الجهاز راح يعطيك فقط 7 ساعات، وهو للأسف شيء مخيب للأمل بحكم أنه توقعنا أكثر من كذا. الآيباد ميني على سبيل المثال راح يصمد مدة 10 ساعات مع المواصفات العالية، لكن إذا يعني مقارنة باللي راح تاخذه من هذا الجهاز من ناحية الأداء والمواصفات والشاشة تحديدا، الشاشة جدا 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 مذهلة. فهذا هو الجهاز سامسونج تاب برو 8.4، متوفر من خلال متجر بلوتوث، تقدر تشيكون على الرابط الموجود في خانة الوصف. ترقبوا المراجعة الشاملة. نشوفكم على خير إن شاء الله، مع ألف سلامة.